فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على لاعب كنا نتوقعوا له مستقبل كبير، وفرحنا خاصة بانتقاله للاتحاد المنستيري، وقلنا الموسم هذا اكيد باش يكون الموسم نتاعو، خاصة الناس الكل تحكي انه عنده موهبة كبيرة، لكن مازال الى حد الان نستناو شنو باش نشوفوا من اللاعب هذا. نحكي اكيد على ماهر بالصغير، اللاعب انتقل الموسم هذا للاتحاد المنستيري، حتى في التحضيرات كان عمل بداية موسم متميزة، استنيناه برشا للاعب هذا، لكن للاسف اصابة لعينة خلينا نقولوا ضربته ماهر بالصغير. ان شاء الله تكون هذاك احد الباس اللاعب. على كل حابين ناخذ اكثر تفاصيل على الاصابة هذه من عند الدكتور رياض حيزم طبيب الاتحاد المنستيري. دكتور اهلا بك. وي اهلا بك سي فهد، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا بك دكتور، شكرا على تدخلك معنا. حابين ناخذ اكثر توضيحات من عندك حول اصابة ماهر بالصغير. ولا الاصابه كما سمعت معناها مقابله هلال الشاب تعرض لاصابه في وتر العرقوب والتندون داشيل، دونك الفحوصات بيان سور اثبتت الاصابه في المكان هذاك، وطلبت اجراء عمليه جراحيه معناها قام بها البارح، والحمد لله تو سي بيان باسي، ورجع نورمالمون اليوم باش يرجع للنزل يرتاح شويه، ومورالو خارق العاده وان شاء الله لاباس. هي الإصابة قطعة؟ هي ربتور في التيار مويان طندون داشيل، وربتور بارسيل، هي مش قطع كامل، لكن بالنسبة لنا ديما أي إصابة في مستوى الوتر يلزمها تدخل جراحي خاصة من اللاعب كرة قدم. دكتور، هو معروفة إصابة ثلاثة متقاطعة يقولوا من أخطر الإصابات في كرة القدم، لكن ظهر لي هذه أخطر ولا؟ والله في الخطورة هما زوز معناها مخطرين وما ما نحبوهمش برشا. كل واحدة عنده الخصوصيات نتاعها، معناها ما عندهم حتى معناها تشابه فيما يخص فترة التأهيل وفترة العلاج الطبيعي. المدة هي معناها طويلة بالنسبة لليجامون وبالنسبة للتندون داشيل، مي معناها كيما قلت لك معناها البروتوكول دو ريدوكاسيون لي ديفيرون، العملية مختلفة جدا، لكن في الخطورة هما زوز مخطرين بيان سور. اللي هو قلت لي البارح عمل العملية الحمد لله لاباس ناجحة كانت. لا عمليا ناجحه كما قلت لك معناها لاباس، روح ان شاء الله اليوم المستير وان شاء الله معناها كل شيء على ما يرام، باش يقعد توا شهر ونص معناها باش يرتاح، معناها باش يحط عنده بلاتر معناها باش يقعد بيه بوندون ان موي، من بعد باش نبداو في البيريود ريدوكاسيون باش نبداو فتره التاهيل بعد شهر ونص. وقتاش النجم نشوفوه يرجع ان شاء الله؟ والله لي ديلي بالنسبه لينا ديما نعطيو دي ديلي ابروكسيماتيف. اي بالطبيعه. خاطر مربوطه برشا بكو دو فاكتور. منها تجاوب اللاعب والتجاوب الاصلي صح؟ صحيح. معناها تجاوب اللاعب وكيفاش معناها يساقوا باش تتحسن بالريدوكاسيون، الفولونتي نتاعو، العزيمه اللي احنا ما نشكوش فيها، معناها اللاعب معناها حكينا معاه ولي تخي تخي موتيفي معناها باش يرجع. على الاقل بين قداش وقداش؟ احنا الاوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله يكون معنا دون 6 mois هكاك، معناها بوتخي ينجم يخلط قبل كيما بعد، سا ديبون دو بوكو دو فاكتور كيما قلت لك، فما معناها معدل كيما نقولوا 4 6 mois هذوك معناها موجودين، وان شاء الله معناها اون ريكوبير اون بون ايتا، هذاك اهم حاجه معناها، خاطر اللاعب معناها مهم برشا بالنسبه لنا وصغير في العمر، دونك ما فماش علاش باش ما يرجعش. هو مهم لتونس الكل، شفت حتى التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعب محبوب، الناس الكل تأمن اللي عنده موهبه كبيره برشا، مازال ما فجرهاش لحد الان. صحيح صحيح، هو معانا فرحانين به سنا، على غالب باش نقول لك على غالب سي دي شوز كي اريف هذيك الكره، مي ان شاء الله احنا متفائلين بخير، وان شاء الله معناها اللاعب ما يجيبش يتجاوب معنا في فتره التأهيل، وقت ربي يرجع ان شاء الله اون بونيتا وننسوا الحكايه هذه ان شاء الله. الرجوع بعد معناها ما تقلقش بعد مثلا، شكون من اللاعبين مثلا صارت لهم اصابه من النوع هذا، كان عندك فكره؟ والله في بالنسبه ليا معناها نحكي انا بالنسبه للاتحاد المنستيري معناها ما سجلناش الحكايه هي، معناها اول مره تصير من نوع طيف بيان سور نجم نشوفوا دوتر سبورتيف. كما قلت لك معناها اذا تكون معناها البروتوكول اللي بيان ايتابلي وفولونتي دو جوار، وان شاء الله معناها الحاله البدنيه نتاعو يقعد يخدم معناها، حتى اذا ساقه معناها مضروبه وكل نجم يخدم معناها بوكو دو شوز، باش فيزيكمون وقت يرجع اهم حاجه معناها تكون فما معناها بون كونديسيون فيزيك، والفورس مسكولير نتاعو تكون باهيه باش يلوغ بخون كيما ليغامون في الديبيو نتاعو، من الاول شده فما كلمة الخوف، من الاول فما بتيت ابريونسيون، من بعد بشويه اللاعب ياخذ ثقه في روحه ويرجع
مش مشكل ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك دكتور على دخلك معنا. دونك هكا حابين نطمنوا على إصابة ماهر بالصغير صفية، باش يجيكم تو تويت في الأخبار وبعد مكملين ساعتنا.